حضرتك لما تكون ماشي في الشارع كده وتشوف اتنين شباب صغيرين حبيبة ماسكين ايديهم في ايدين بعض، المنظر ده بيسيء لعينيك ولا بتتقبله؟ والله ساتني بدوي انا. ساتني بدوي. تتضايق؟ اي مو كثير صحي. مو كثير صحي. حضرتك مع الاعمال الانتحارية؟ ايه طبعا. مع الاعمال الانتحارية؟ ايه لانه شلون؟ يعني عندما عدوي يمتلك دبابة أو طيارة وأنا أمتلك مقراع أي نيشان أي، فما في يعني أنا فرض علي أن أكون يعني من هؤلاء الناس اللي يحبون العمليات الانتحارية. ليه حق المجتمع أنه ينظر للمرأة المغتصبة على أنها متهمة؟ يعني أنا صراحة أنا لا أتصور أنه في امرأة تغتصب، بس ده واقع. ما بتقراش في الحوادث و... لا ما لا تقرأ الحوادث لا. دي يعني حتى لو وحدي يعني ادعت هذا الادعاء فادعاءها غير حقيقي. بتشعر أن لا ما فيش حد بياخد من حد حاجة غصب عنه. لا. ما فيش حاجة اسمها مرأة مغتصبة كذابة، هي لا. أكيد سلمت نفسها حتما. طب هي تسلم نفسها وتروح تعمل قضية وتشهر نفسها؟ يعني ممكن ما بعرف شو تكون ملابسات الحادث، بس على كل حال أنا لا أتصور أن هناك امرأة تغتصب. يعني الرجل ما بيتجردش من أدميته وبيتحول لوحش وحيوان، هي الست هي اللي بتفتري عليه وبتسلم له نفسها. ايه ممكن يتحول لمريض مهووس الى اخره، شايفه كيف؟ بس المرأة الحرة يعني تموت ولا تسلم نفسها. وهي قادرة على ان تحمي نفسها. قادرة. ضد أو مع فتوى الشيخ طنطاوي بجلد الصحفيين المعارضين 80 جلدة؟ والله شوفي أحكي لك شغلة، أنا ماني ضد الصحفي ولاني ضد الكاتب أو الشاعر، أنا ضد صاحب الكلمة التي لها أظافر وأنياب وتعض وتجرح بس مشان يعني يظهر اسم هذا الشخص، يعني سواء كان عندما يلتقى صحفي، يعني أنا هون مو موضوع رأي سياسي، يعني رأي يكون أخلاقي أو وطني، هذا اللي بيكتب بهالطريقة هاي يستاهل يتجلد؟ 80 جلدة؟ لا 160 160 160 جلدة. يعني أنت مع فتوى الشيخ طنطاوي ونص وخمسة مع. ضد أو مع إعلان سوريا الحرب على إسرائيل لتحرير الجولان؟ يا رب أتمنى يا رب، هاي أمي غالية كثير. بتطالب الرئيس بشار الأسد بهذه الحرب؟ هي أتمنى. بتزعل لو حد أطلق عليك لقب شاعر السلطة ولا بتزعل؟ لا 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 أنا ماني شاعر سلطة. لا لا مش شاعر سلطة. لا 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 أنا لا أنتمي لحزب ولا أنتمي لتنظيم ولا أنتمي ولست أقليمي، أنا أتكلم الحقيقة. ضد أو مع إقامة سفارة سورية في لبنان وإرساء علاقات دبلوماسية بين البلدين؟ أنا معليش، أنا والله العظيم لو كان الأمر بإيدي أو لو كنت استشار بالأمر لألغيت كل السفارات العربية، عرفت علي؟ ولغيت سفارة سوريا بكل الدول العربية، ولغيت الحدود الموجودة بكل الوطن العربي. الغريب انك انت قلت لي من شويه ان انت ضد الست اللي بتقول انا اغتصبت، مفيش ست بتغتصب على لا شيء. لا
بس دلوقتي بتقولي ان المراه بتكره على الزواج من ابن عمها او بتكره على الزواج من مليونير فتباع ليه، اشمعنى في الحاجات دي بتكره وفي الاغتصاب ما بتكرهش؟ اي يعني هي احبت ذلك، هي احبت ذلك، بس عندما وقفت حمدى موقف الابطال رفضت انها تتزوج، رفضت ان تغتصب. يعني حتى انا اسمي هذا الزواج هو اغتصاب. بتكره الصحافه؟ لا بالعكس، والله والله في صحفيين يكتشفوا جماليات بالقصيده والله لم اكن ادركها. معقول؟ والله العظيم.